الرئيس والإدارة الأمريكية يحتفظان لنفسيهما بحق الرد في الوقت والطريقة التي يختارانها، لكننا سننتظر إلى أن يتم تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم قبل أن نقوم باتخاذ خطوات إضافية أو القيام بتصريحات إضافية بهذا الخصوص. أريد أن أشير إلى أن الدبلوماسية هي أولوية لدى هذه الإدارة، وأنها في صلب ومقدمة محادثاتنا مع شركائنا الدوليين. أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي: لقد عانى الشعب العراقي لفترة طويلة جداً من هذا النوع من العنف والانتهاك لسيادته. الحكومة المركزية في بغداد ومنطقة كردستان العراق شكلتا لجنة لمحاولة الوصول إلى حقيقة ما حدث، ومن الواضح أننا جميعاً سنشارك في ذلك ونحاول المساعدة. لذلك نحن بحاجة لمعرفة من هو المسؤول، فنحن لا نعرف ذلك الآن. بالتأكيد لقد رأينا مثل هذه الهجمات في الماضي، لقد رأينا ميليشيات عراقية وميليشيات مدعومة من إيران مسؤولة في كثير من الحالات، ولكن حتى الآن من السابق لأوانه معرفة المسؤول عن هذا الهجوم. علينا أن نعالج مسألة الميليشيات المدعومة من إيران وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في العراق، وكذلك معالجة مسألة ما تبقى من عناصر داعش هناك. هذه الميليشيات تقوض ثقة الرأي العام بالحكومة وبانتخابات أكتوبر 2021. إن هذه الميليشيات تقتل المواطنين العراقيين وتحرم العراق من مساعدات اقتصادية واستثمارات أجنبية هو في أمس الحاجة إليها. ما من أحد محصن، لقد قاموا كذلك بالهجوم على مواكب لعناصر من الأمم المتحدة واستهدفوا عاملين ببعثات دبلوماسية ومنظمات غير حكومية تسعى إلى مساعدة العراق والعراقيين. التحقيق جار وما يزال في بدايته، نتحرك بأقصى سرعة ممكنة. بالطبع لا يمكننا أن نقول مسبقاً كيف سيكون الرد، لكن يمكنني أن أؤكد أنه ستكون هناك عواقب على أي مجموعة مسؤولة عن الهجوم. أي رد سيتم بالتنسيق التام مع الحكومة العراقية وكذلك مع شركائنا في التحالف. بيان البنتاغون: يستحق الشعب العراقي عراقاً آمناً ومستقراً. إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم شركائها العراقيين في جهودهم للدفاع عن سيادة العراق. تؤكد الولايات المتحدة والعراق التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين. هذا ما تم تأكيده في الاتصال بين وزيري الدفاع الأمريكي والعراقي.